قد كثر المقال في أمر رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة، بين لنا مع الدليل حفظك الله. نعم، رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة ليس بمشروع، بل ينهى عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء وهو يخطب الناس يوم الجمعة. فلا يشرع لا للإمام الخطيب ولا للمأموم المستمع المؤمن أن يرفع يديه في الدعاء إذا دعا أثناء الخطبة، إلا في حال الاستسقاء، يعني طلب الغيث، أو في حال الاستصحاء، يعني طلب الصحو. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا إذا استسقى، أو إلا في الاستسقاء، يعني بذلك وقت الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب الغيمة الكبيرة والقزعة قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من جهته السحب، فالجو صحو. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله تعالى من وراء السلع سحابة مثل الترس. أتعرفون الترس؟ ها؟ الترس كالصاج. وتعرفون الصاج؟ نعم، الذي ايش يخبز عليه. طيب، هذا الترس يتقى به السهام مع المقاتل، يحمله بيده، فاذا رأى احدا صوب عليه سهما او رمحا قال به هكذا يرد. يقول: ظهرت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. هذا فيه أيها الأخوة دليل على تمام قدرة الله عز وجل، وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، لأن الله تعالى أيده بإجابة دعوته، فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشعاب تهدر، فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله عز وجل، فخرج الناس يمشون في الشمس صحو، وكل ما حول المدينة يمطر. هذا أيضا من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة نبوته وأنه رسول رب العالمين، لأن إجابة الله دعاءه يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا. لكن قد يشهد الله عز وجل لمدعي الكذب بعكس إجابته، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب المشهور الذي ادعى أنه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي رأسه فيه قزع. أتعرفون القزع؟ ها؟ بعض فيه شعر بعض ما فيه شعر. فطلبوا منه أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود.
نعم آية على كذبها وعلى صدقه، آية على كذبه، آية على كذبه. وقالوا أيضا عن إنه جاء إليه قوم قد غار قد نقصت مياه آباره، وقالوا إنهم يطلبون منه أن يبارك فيها، فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء، ولكن الماء الذي فيها غار وانتهى. هذا أيضا آية على كذبه، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الآيات على صدقه. المهم أن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا في الاستسقاء أو الاستصحى. الاستسقاء إيش؟ طلب المطر، والاستصحى طلب الصحو. وكذلك الناس رفعوا أيديهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه يستسقي، فرفعوا أيديهم معه. وعلى هذا فما نشاهده من بعض الناس الذين يرفعون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة لا أصل له من السنة. نعم.